جوانب المشروع. طب طين الترع وصلنا فيه لغاية فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي خلصنا يعني برضو عشان اقول برضو حق معلومة، احنا كنا في السنة بنعمل تبطين قبل المشروع ما يبتدي، بنعمل تبطين لعشرين كيلو. 20 كيلو دلوقتي احنا تقريبا يعني احنا بنعمل العشرين كيلو في يوم، يعني هي دلوقتي تحديدا 18، من 15 ل 18 وصلنا للمعدل في ده اليوم. في اليوم، فده معدل كبير عشان كده لامس الناس كلها. احنا خلصنا حوالي 4200 كيلو 4000 وان شاء الله يعني لحد 30/6 اللي جاي ممكن نخلص باذن الله 2000 كيلو، يعني المقاولين دلوقتي شغالين في 4000 كيلو كمان. تمام. على يعني 2024 نخلص حوالي 20000 كيلو، يعني 23/6 ونص و24/6 ونص. المشروع ده رغم اهميته الكبيره الناس محتاجه تسمع من حضرتك عن الاهميه، لانه الحقيقه فيه احنا بنتكلم عن وفر ميه وبنتكلم عن تلوث وعن امراض، يعني المشروع ده كان مهم ليه للناس؟ هقول لك على حاجه، يعني هي السعاده بتاعت الناس الواحد بيشوفها في كوميكس وفي سلوك الناس. لما انا كان في تلوث بصري اول حاجه، انا بمشي في الترعة بشم ريحة مش كويسة، بشوف قمامة، بشوف حيوانات نافقة، فالناس بتبقى زعلانة. فده اول حاجة، اول فايدة ان في راحة العين بقت الترعة. كان الناس بتضغط مثلا يقول لك غطينا الترعة، تغطية الترعة ديت انا بداري المشكلة. دلوقتي لا، التبطين ده خلى في حاجة جميلة في كل مكان، فهتحسن الذوق العام. تمام. دي مهمة جدا يعني. تاني حاجة السرعة بتاع توصيل المية، انا كنت مثلا عشان اوصل المية لنهاية الترعة كان ممكن المناوبة 5 ايام يخلصوا ال5 ايام وما توصلش للنهاية، فتلاقي في ارض اراضي ما بتتزرعش. دلوقتي بعد ساعتين المية بتوصل لنهاية الترعة، فبالتالي اللي في النهايات دولت بيروا اسرع، استفاد. ففي عدالة في توزيع المية، قيمة الارض في النهايات وعلى الترع اللي هي اتبطنت زادت بنسبة 30%، وده من بق الفلاحين. يعني مش بجيب كلام من عندي. كان في قطاعات مستبحرة، مستبحرة يعني ايه؟ في حتة القطاع زي القطاع التصميمي شكل الترعة، في حتة تانية وسعت شوية نتيجة النحر وسوء الاستخدام. كل ده دلوقتي بقى قطاع واحد على حسب الزمام. فكل ده ادوات حسنت من كفاءة استخدام المية. وبالتالي ليها انعكاس كبير قوي على ان الشكاوى بتاعت المية ونقص المية قلت كتير. يعني انا احد النواب جالي السنة اللي فاتت قال لي انت كده خليتنا يعني من غير شغل. انت المشاكل اتحلت ومفيش حد بيشتكي عشان اجيلك وانا عملت خدمة للناس. ف ده بقى يعمل خدمة تاني للناس، مش بالظبط كده ما بيجوا يعني. ما هو طبعا على سبيل الدعابة، بس يعني ده يعني مؤشر ان لا يعني حتى وصل للنواب ان في حاجة على الارض بتتعمل والناس مبسوطة بيها. يمكن ده بنكمله مع الوزير، مع اللي بيحصل في توشكا واللي بيحصل في الدلتا الجديدة. احنا بنوفر المياه للمشروعات دي في تنسيق بين قطاعات الدولة ووزارات الدولة المختلفة في توفير المياه، وهل المياه دي هتيجي من النيل ولا بتيجي من إعادة التدوير؟ طيب نمسكهم واحد واحد. نمسكهم في مشروع بحر البقر ده، مياه عدمة كانت ملوثة وكنا بنتخلص منها، فيها ملوحة عالية، فأنا باخدها بعالجها وبعيد استخدامها، يبقى دي مياه صرف. دي المفترض 400,000 فدان في سيناء. بالظبط. الحمام ديت 7.5 مليون، دي برضو كانت زي بحر البقر، مية عدمة. ده عشان الدلتا الجديدة كانت بتعمل لي مشاكل في البحر المتوسط، وكان وكده كده كان لازم أعالجها عشان أحافظ على البيئة وعشان أحافظ على موضوع أتأقلم مع التغيرات المناخية وأقلل الانبعاثات والكلام ده. فحولناها من مشكلة لفرصة، فبالتالي أنا محتاج أعمل تنمية. أنا بعمل الأراضي ديت أنا بزرعها ليه؟ ناس يقول لك يا عم انتوا بتزرعوا وبتاع وكلام من ده، ما انا لازم ازرع وازود المساحه الخضراء. زي ما قلنا احنا كنا على مدار 30 40 سنه بنفقد كل سنه 50,000 فدان، يعني نتكلم في 2 مليون فدان. 2 مليون فدان فقدوا. ال 2 مليون فدان دولت معناها ايه؟ تصحر. يعني ايه تصحر بقى؟ ان ممكن نتيجه التصحر دوت ان المطر تقل، ان هيبقى في تلوث في الجو، هيبقى في ثاني اكسيد الكربون اكتر. لما انا بزود المحيط المساحه الخضراء، وزي ما قلنا نصيب الفرد
مع الزيادة السكانية بيقل في المساحة الخضراء. يعني دلوقتي 40 متر مربع ممكن بعد 10 سنين يبقى 30 واحنا ماشيين. فلازم على الأقل أحافظ على اللي هم المساحة اللي أنا فقدتها، أعمل لها استعادة، وده الهدف.